أنا كورا فيليسيتي وأنا أستاذة في جامعة يوندي وسفيرة للسلام لدى الاتحاد الإفريقي وخبيرة في مجال الانتخابات أعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يسرني جدا أن أكون معكم اليوم لأننا سنجري حوارا مع السينمائيين الأفارقة هل انضممتم إلينا جميعاً؟ إذا اليوم معنا سميرة فيرا كروز وجون بيير بولو من الكاميرون وإيميكا من نيجيريا سأتيح لكم فرصة تقديم أنفسكم وبعد هذا سننتقل إلى موضوع اليوم لأن هذا الحوار سيتعلق بالهوية الثقافية والملكية الثقافية وإعادة تشكيل الأذهان وهو حوار سيستمر ساعة أعتقد أنني سأعطي خمس دقائق لكل متحدث حتى يقدم نفسه وبعدها سنبدأ النقاش إن وافقتم على ذلك. نعم موافقون هل أبدأ؟ أنا سميرة فيرا كروز. أنا منتجة أفلام. وشاركت قمت بعمل فيلمين فيلم وثائقي واخر درامي قمت به قمت بانتاجه بالكامل دون تمويل هنا في كاب وانا كذلك اقوم الان على تنسيق شبكه الافلام الناطقه بالبرتغاليه واحاول ان اضفي القيم الجديده على صناعه السينما حتى يكون مناخا اكثر انصافا واكثر نشاطا كذلك بالنسبه لصناع الافلام درست كذلك في عده جامعات في كاب فيردي في مجال الانتاج السينمائي شكرا جزيلا سميره جان بيار دي كولو، هل لك أن تقدم نفسك رجاءً؟ أنا جان بيار دي كولو أوباما، أنا من الكاميرون، وأعمل في المجال السينمائي لمدة طويلة، وكذلك درست في جامعات في أمريكا وفي نورث كارولينا وفي اماكن اخرى وكذلك قمت بتنظيم عده عروض والافلام الوثائقيه وغيرها وكذلك الافلام الدراميه الكوميديه شكرا جزيلا على هذا التقديم انا اديميكا كيزو وأنا متخصص في مجال التاريخ في المقام الأول ولكني أستخدم صناعة الأفلام للترويج لهذا التاريخ أركز في المقام الأول على الأساطير في التاريخ الأفريقي وكشف هذه الأساطير ولقد أنتجت عدة أفلام سبعة أفلام تقريبا فيلم كل عام منذ عام 2014 منذ أن بدأت ولحسن الحظ رشح فيلم من أفلامي إلى جائزة وهو يتحدث عن ذكريات الحرب في نيجيريا نركز إذن على القصص الحقيقية في التاريخ الإفريقي ونغير الخطاب المتعلق بهذه الحكايات بالالتزام بالتاريخ بشكل ادق هذا هو تقريبا ما اقوم به شكرا جزيلا هذا مثير للاهتمام قبل ان نمضي قدما هل لي ان اعود الى سياق هذا الحوار الذي حدته في بدايه الحديث في عام 2021 الاتحاد الافريقي رفع من درجه تركيزه على الفنون والثقافه والتراث كركائز اساسيه لبناء افريقيا التي نريد وكان ذلك محور نقاش دار في الجمعية الرابعة والثلاثين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وما نود أن نفهم منكم وأنتم سينمائيون وكذلك أساتذة جامعيون كيف يمكن للفنون والسينما والأفلام أن تساهم في تنمية إفريقيا أو كيف يمكن أن تستخدم كأداة للتنمية الاقتصادية ربما مع خبراتكم الماضية والأفلام التي أن تكتموها هل يمكن أن تستخدم كأداة للتغيير السياسي؟ رأيت كذلك في سيرة السيد جون بيار بيكولو وكذلك السيد إميكا وهو متخصص في التاريخ، اعتقد ان عملكم يعكس تفكيركم وطريقه تفكيركم، وكلنا افارقه ناتي من مناطق مختلفه في افريقيا، كيف يمكن ان نبني شيئا لصالح قارتنا؟ اعطي الكلمه اولا للسيد إميكا اعتذر لم لم يصلني، لم اسمع السؤال. لم لم اسمع اخر جمله، اعتقد ان الصوت انقطع. لبرهه. إذا كنت أقول من أجل إطلاق هذا النقاش كيف يمكن أن نسخر الهوية الثقافية من أجل بناء قارتنا افريقيا. من النواحي المختلفة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. من أنتم لكم خبرة كبيرة في مجال صنع الأفلام وفي كذلك العمل الروائي والكتابة. نعم نعم الآن أعتقد بكل صراحة اخترت الأفلام كوسيلة للتعبير عن التاريخ ب... لأكثر من سبب في نيجيريا على سبيل المثال الثقافة الأدبية وثقافة القراءة أثرت عليها الظروف الاقتصادية منذ والتي بدأت منذ ثلاثين عاما ولكن القراءة كانت مستقرة في نيجيريا منذ حوالي مئة عام والآن مع الثورة فإن هناك ثورة جديدة في وسائل الاتصال الأ... الأ... الإعلامي ووسائل التواصل الجديدة أصبح أ... الفيلم هو أ... الوسيلة الأكبر والأوسع انتشارا لنقل المعلومات أنت كصانعة أفلام أو سينمائية أو هناك سينمائي مثل فيلا كوتي وهو أحد أشهر الفنانين والموسيقيين في إفريقيا يقول أن الفنون ليست مجرد للترويح عن الناس ولكن الموسيقى والغناء والرقص كان دائما في إفريقيا وسيلة لتسجيل التاريخ وعلى هذا فإن الأفلام تعتبر هي المرحلة اللاحقة على ثقافة مستقرة في إفريقيا تستخدم الفنون دائما لتسجيل التاريخ لا أقول ذلك فقط من ناحيه الافلام الدراميه او الروائيه ولكن حتى الافلام الوثائقيه اعتقد ان الافلام هي احدى اهم الوسائل لنقل المعلومات وانا قلت هناك مسؤوليه كبيره في هذا السرد والسينمائيون عليهم مسؤوليه كبيره حتى بالنسبه للافلام الروائيه ان يرسلوا رسائل وان يحكوا القصص على حقيقتها كما كانت او يستخدموا هذه الافلام هذه الوسائل لطرح اسئله مهمه يمكنها ان تغير بالفعل الواقع اعتقد انني سانظر للامر من هذا المنظور شكرا جزيلا ايميكا. اود الان ان اطرح السؤال على سميره ماذا تعتقدين حول نقل المعلومات وتحويل المجتمعات باستخدام الدراما والثقافة أنا أوافق بشكل كامل نحن من رواة القصص والحكايات وعلى اختلافنا وعلى اختلاف مشاربنا لأننا نأتي من أماكن مختلفة من القارة وهي قارة ضخمة لا يمكننا أبدا أن ننسى ذلك ولكننا ننتمي لهذه الفئة من الرواة، الأفلام لا يمكن أن تقتصر فقط على الصور الجميلة، طبعا الصور الجميلة عامل مهم، وهذا أمر تطور كثيرا في السنوات الأخيرة، ولكن ما هي الرسالة؟ ماذا تود أن تقول؟ ماذا تود أن تشارك الآخرين؟ لماذا؟ ما هو السبب وراء هذه الرواية أو هذا الفيلم؟ وأنا شخصيا أنا من كابو فيردي وهو بلد به تنوع كبير ومنذ البداية يطرح سؤال الهوية نفسه أين نرى أنفسنا نحن نأتي من خلفية كذلك متنوعة ومختلطة ولدينا تاريخ طويل نتعلمه في المدارس ولكن هناك تاريخ آخر قد ضاع من فولبي ومن ماندياكو جزء كبير من هذا التاريخ يظل مجهولا اليوم ولا يعلم عنه أحد شيئاً، وعلى هذا أوافق أنها مسؤولية كبيرة جداً لأن هذه الحكاية والأفلام التي ترويها تعتبر عاملاً أساسياً للحديث عن هذه الأمور، عن أمر الهوية وعن الأمور التي تهمنا، بالنسبة لي كان في منتهى الأهمية منذ البداية أن أنتج أفلامي بلغة الكريول لا باللغة البرتغالية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية لأن اللغة هي الوسيلة الوحيدة للاتصال وليس كذلك ليس ذلك فقط ولكنها كذلك تمثل رمزا للهوية وعلى هذا الأفلام بلغتنا تظهر المجتمع كما هو بألوانه وتنوعه المختلف ولغاته المختلفة وعلى هذا طبعا الفيلم يعتبر أداة مهمة جدا لتغيير المجتمعات والحديث عما يهمنا وعن شؤوننا وعن الهوية وأمور أخرى كثيرة، شكرا سميرة وشكرا لهذا الحماس لحرفة الرواية رواية القصص وأن ننتقل الآن لجون بيير ربما يعطينا وجهة نظر مختلفة عن موضوع الأفلام بوصفها وسيلة لنقل المعلومات أو لبيان المعلومات ما أود أن أبدأ به فيليسيتي ربما لأنني كنت الإفريقي الأول في إنتاج أفلام الخيال العلمي الخيال العلمي يتعلق بالتوقع ماذا إذا أو ماذا لو السؤال الذي يفتح الباب امام امور لم توجد بعد في الواقع، نحن بصدد خلق حقيقه ليست موجوده في عالم اليوم، هذا هذا هو الخيال العلمي، السؤال هو كيف يمكن ان نعبر عن شيء لم نرى؟ او نتخيل شيئا لم يحدث بعد، لا يمكن ابدا ان تصنع او تخترع سياره دون ان يكون لديك مفهوم عن ماهية هذه السيارة وعلى هذا اعتقد ان الافلام هي شيء مماثل نحن نخلق في الواقع شيئا لم يبتكر بعد الناس دائما ما يكونون سجناء في واقعهم ولا يفكرون فيما لا يرون اذا الواقع هو جزء من الصورة ولكن بهذا المعنى اعتقد ان السينما لديها قدرة المساعدة مساعدة الجيل الجديد على تخيل واقعه في المستقبل بالنسبة لإفريقيا نقطة أخرى وهذا هو مفهوم الجديد عملت عليه في السنوات الأخيرة أسميها السينما العلاجية أو سينما الاستشفاء وما أقصده بذلك هو أننا كأفارقة عشنا كثيرا الاثار النفسيه المدمره للاستعمار، وان نظرنا لفكره التبييض التبييض التاريخ هو اثبات اننا نشعر بالخزي من انفسنا من لوننا ومن طبيعتنا، وهذا هذه ظاهره منتشره في القاره، السينما يمكن ان تعالج هذه المسائل. يمكن أن تتخلص من هذه الظاهرة السلبية وأن تتخلص من كل شعور بالنقص السينما بشخصياتها يمكن أن تبث روح الفخر وأن تكون نموذجا يحتذى وينظر إليه إذا السينما هي الأداة هي هذه الأداة التي يمكن أن تعزز الاحساس بالثقة بالنفس. كما قلت نحن نتعامل مع الصدمة النفسية التي تولدت على مدار أجيال وأجيال بسبب الاستعمار. لماذا يحب الأطفال الأبطال في السينما؟ لأن الأطفال صغار وضعاف والبطل يبدو أمامهم كبيرا وقويا. فيتطلعون إليه. ليس فقط الأطفال ولكن الكل، الكل ينظر لبطل ما ليعيد تشكيل او يعيد احياء شخصيته هذا البطل هو الذي يملا الثغره الموجوده لاننا الصدمه التي نتحدث عنها الصدمه النفسيه كانها قفزه فيما بين جبلين يجب ان تقفزها بكل ثقه دون ان تقع في المنتصف وعلى هذا فان السينما تلعب هذا الدور ونظرياتي اثبتها اثبتتها حركه بلاك بانثرز لان ال ال الذي دعا ال الناس لحب حركه البلاك بانثرز هي في الواقع انهم عززوا من ثقتهم وانهم عززوا من ايمانهم بهويتهم في مواجهه الاستعمار هذا وجه مهم من الامور ولكن عدد كبير من الشباب يودون ان يسيروا في هذا الطريق كيف يمكن ان نساعدهم انا دائما افكر في حركه بوكو حرام وفي حاله بوكو حرام تعلمون ان ربما هناك الالاف من الافلام انتجت في نيجيريا ولكن ليس هناك واحد من هذه الافلام تنبأ بظهور حركه بوكو حرام او اظهر بوكو حرام ماذا يعني ذلك ان ان فشلت السينما في عرض ما هو موجود حولنا يصبح هذا امرا خطيرا السينما ليست فقط للترفيه ولكن السينما توجه انظارنا نحو امر ما وعلى هذا يجب ان نحذر من السينما التي تلهينا عن الامور الهامه السينما المفروض ان ترينا ما لا نراه في باعيننا في الواقع. وان ترينا الجوانب المجهوله لهذه الحياه. شكرا جزيلا، اعتقد انني اتفق تماما مع ما قلت، من المهم جدا هذه المقارنه التي قمت بها مع حركه بلاك بانثرز. السينما تستخدم الخيال ونحن نعلم ذلك، ولكنها كذلك تعمل على التوعيه، التوعيه العامه. السينما.. تمشي يدا بيد مع التاريخ لانها تعمل على الذاكره واعتقد ان الكل سميره ربما تسهب في ذلك لاحقا ولكنها انتجت فيلما نفسيا او فيلما تشويقيا يعمل على العوامل النفسيه و على هذا اود ان اطرح عليها سؤالا وعليكم جميعا كيف يمكن ان نعبر عن الموضوع محل البحث اليوم وبين السينما؟ تعلمون ان هذا النقاش هو امر نحاول ان نربط فيما بينه وبين جدول اعمال 2063 الذي اعتمده الاتحاد الافريقي وفي جدول الاعمال هذا الامر بسيط للغايه هناك طموح في افريقيا لدى الاتحاد الافريقي ان يعزز الحريات والتقدم وما الى ذلك ولكن منذ الستينات بعد الاستقلال وحتى الان جرت امور كثيره تحدثنا في البدايه في بدايه حديثنا الان عن الامور عن مقدمه جيده ولكن لننتقل الان بالدور الذي يمكن للسينما ان تلعبه من اجل تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ربما تشاركون في مهرجانات وهذه المهرجانات تخلق وظائف جديدة وهذا مجرد وجه من هذه الوجوه كيف يمكن إذن لهذه الأفلام أن تسخر لصالح التحول الاقتصادي نبدأ بإد إميكا نعم نيجيريا هي حاله ممتازه لتبيان ذلك استخدام صناعه السينما بوصفها محفزا اقتصاديا حقيقه الامر هو انه بغض النظر عن الامراض او الامور السلبيه التي تكتاح نوليوود وهي مدينه انتاج السينما في نيجيريا جون بيير قال ان هناك صعوبه كبيره في تحديد الهويه الحقيقيه للأفارقة وهذا يؤثر طبعا على المناسبات الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط على نيجيريا نوليوود بها مميزات كثيرة في نهاية الإغلاق الأول في العام الماضي كان هناك فيلم وثائقي اسمه أومو جيتو وهذا الفيلم در عوائدا تصل إلى نصف بليون نايرة بالنسبة لي نرى امامنا امام صناعه تستخدم الالاف والالاف من الناس وتوفر الوظائف لهم ويمكن ان يكون لذلك اثرا تصاعديا على الملايين من الناس في نيجيريا هناك امور كثيره تدخل في صناعه السينما اللوجستيات والامداد وما الى ذلك اذا هي صناعه تقدر بعده ملي... مليونات من الدولارات والامر بمثابه زرع شجره تضعها في الارض وتاتي بعد عده اشهر فترى شجره كامله قد اثمرت، هذا هو ما يمكن ان يحدث مع السينما، كيف يمكن ان نستغل السينما في هذا الامر. ان انتظرنا للحصول على التمويل من امريكا او من اماكن اخرى فسننتظر الى الابد. ولكن يجب ان نبدا بانفسنا، كان هناك حوار في سمينار في الاسبوع الماضي حول التنمية الوطنية والإعلام وقع الأمر هو أن السينمائيون أن السينمائيين من نيجيريا عندما يذهبون إلى جنوب إفريقيا للاستفادة من التمويل وكذلك من الضرائب المنخفضة هناك هذا يؤثر طبعا على الأوضاع في نيجيريا ويجعلها أكثر صعوبة لمن بقي فيها 70% من أفلامي مولتها أنا شخصيا بالفعل لأنني إن انتظرت للمساعدة من الآخرين أو من الخارج لن يأتي أبدا هذا العون هناك عقبات كثيرة بالنسبة للسلاميين في إفريقيا بشكل عموم وبشكل عام وكذلك في نيجيريا بشكل خاص ومن ينجح ينجح بمجهوداته الفردية ولكن حقيقة الأمر هو أن الحكومه نظرت للامور على نظرت للسينما على انها يمكن ان تدر عائدا فستتغير الامور هناك البترول في نيجيريا ولكن البترول اسعاره اخذت في الانخفاض في العام الماضي وهذا اظهر اوجه الضعف في صناعه النفط ولكن اعتقد ان هناك مستقبل كبير في القطاع الثقافي واعتقد ان السينما ليست فقط مفهوما فنيا ولكنها مفهوم اقتصادي نوليوود يمكن ان تكون عاملا اقتصاديا كبيرا بالنسبه لنيجيريا وهذا يعتبر جزءا او عاملا من اجل التمكين الاقتصادي والمالي والسياسي للشعب الحكومه الان تفكر كيف يمكن ان نسخر ذلك كيف يمكن ان ندعم ذلك ونبني عليه حتى لا يهرب، لا يستمر السينمائيون في الهرب إلى جنوب افريقيا، وأن يظلوا في نيجيريا. إذا هذه حالة نيجيريا، وهي مثال واحد على بلدان كثيرة لم تتمكن بعد من إدراك ما هي أهمية السينما كصناعة. وأنها محرك حقيقي للتنمية الوطنية. لا أدري كيف أعبر عن هذه الفكرة ولكن أعتقد أنها ربما وصلتكم الآن. ننتقل الآن إلى سميرة. نعم، أنا كافحت كثيراً خلال السنوات الماضية للحصول على التمويل ولكن ما زلت أقوم بالعمل بغض النظر عن وصول التمويل أم لا. الوضع بالفعل سيء للغاية. ليست ليس هناك تقليد أو تاريخ محدد هناك أفلام في الخمسينيات أنتجناها بشكل مشترك مع البرتغال ولكنها كانت باللغة البرتغالية ولكنها لا تعتبر قاعدة ولكن ربما هي المثال الذي يشز عن القاعدة هناك تاريخ لأن السينما يمكن أن تدر الكثير من العوائد وكل من يشارك في عملية الإنتاج يستفيد كاب فيردي كبلد معظم مواردها لا تاتي من النفط ولكن من السياحه السينما يمكن ان تعزز السياحه نوع مختلف من السياحه ليس فقط الاقامه في الفنادق والاماكن السياحيه ولكن يمكن أن تفتح السينما البلاد إلى أنواع مختلفة من الزوار والسائحين، وبما أنها جزيرة كذلك أو متكونة من عدة جزر فهذا يعزز الترابط والتبادل الثقافي فيما بيننا وبين باقي العالم. الفيلم الذي أنتجته اسمه سوكورو وهو ويعني الظلام وهو يتحدث عن شاب مصاب بالسكيزوفرينيا ويبدأ في استخدام المواد المخدرة وعلى هذا تختلط الامور بالنسبه له وهو فيلم سوداوي الى حد ما يتحدث عن وجهه نظر البطل في الحياه. عندما نحكي مثل هذه الروايات هذه الامور لا يتحدث عنها احد في افريقيا، لا نناقش ابدا الامراض النفسيه ولا نناقش هناك مواضيع محدده لا يلمسها احد بالنقاش ولا بالعرض ولكنها موجوده في الحياه. هناك الكثير من الشباب الذين يتوهون ويضيعون بسبب هذه المشاكل، اذا عندما نفتح هذه النقاشات، عندما نبدا في العمل عليها، هذا يترك اثرا على الاقتصاد، لانك تساعد اجيالا من الناس في علاج مسائل ربما لا يتحدث عنها معهم احد. هذا هو ما يفيد في صناعه السينما وفي صنع الافلام والروايات اذا هناك عائد مباشر يتمثل في الانتاج وهناك عائد غير مباشر هو في التعامل مع القضايا المجتمعيه وهناك طبعا الصناعات التي تستفيد من من الانتاج هناك الفنادق وهناك الخدمات التي تقدم العمليه الانتاج اذا تساعد الاقتصاد ولكن تترك كذلك اثرا من خلال هذه الرواية والقصة يحقق هدفا تسعى لتحقيقه من خلالها أتمنى أن أكون قد أحسنت التعبير إميكا هل تود أن تعلق على مقالة سميرة؟ نعم أعتقد أنها وصفت الوضع بمنتهى الفصاحة واللبقة في المناخ الذي تعيش فيه ربما أضيف شيئا واحدا هو التحدث عن الأفلام الوثائقية بشكل محدد كل من ينتج فيلما وثائقيا يجب ان ينسى تماما ان يصبح مليونيرا، الافلام الوثائقيه لا تغني ربما كان الافضل لك ان تكون اشتراكيا او شيوعيا، ولكن الوثائق الافلام الوثائقيه هي جزء كذلك من حكايه الروايات. وهذا مهم جدا في السياق الافريقي فهي تعتبر اداه هامه جدا لنقل المعلومات كلما بكرنا في الادراك ادراك اهميه دعم صناع الافلام اعتقد ان النتيجه او احدى النتائج الاساسيه التي ستاتي من ذلك هي ايجاد وسيله حقيقيه لنقل المعلومات وتغيير الواقع جون بيير هل لك أن تضيف شيئا في هذا الشأن؟ جون بيير حدثني عن مبادرة أطلقت في الكاميرون وتمنح فرصا للشباب لإنتاج أفلام قصيرة وأعتقد أنها وسيلة من وسائل المساهمة في الاقتصاد هل لك أن تعطينا مزيدا من التفاصيل عن هذا الأمر جون بيير؟ اعتقد ان الصوت يتقطع لم اسمع لم اسمع آه ما قلت عن المبادرة اي مبادرة تقصدين المبادرة في الكاميرون التي تهدف للسماح للشباب بانتاج افلام قصيرة للغاية انا لست متخصصة ولكن بالنسبة لي تعتبر كذلك مساهمة ربما هل لك ان تشاركنا هذه التجربة؟ I agree. أوافق على كل ما قيل، ما نشعر أنه مجحف هو مدى صعوبة أن ننتج الأفلام في دولنا. وأشعر دوماً أننا في حالة حرب لأننا نمطر بوابل من الصور والأفلام لأشخاص آخرين ونتفليكس تأتي إلينا وليس لنا القدرة على الرد نشعر بأننا هو بأنه قد تم التخلي عنا سأخبركم الآتي مرة كنت في الاتحاد الأوروبي أشارك في نقاش وسُئلت السؤال التالي من أي دولة تأتي قلت الكاميرون قالوا لنا هل قالت حكومتكم ان الثقافه مهمه ان الافلام مهمه هل هل وجدت لنا خطاب يقول فيه الرئيس شيئا ما يتعلق بالسينما واهميتها بحثت سألت أصدقائي في الوزارة ولكن لم نعثر على خطاب أو واحد وبالتالي استنتاج الاتحاد الأوروبي كان كيف يمكننا أن نعطيكم منحة أو هبة إذا ما كانت دولتكم لم تقل إن السينما مهمة وبالتالي لا يمكننا أن نعمل معكم لأنها ليست أولوية في بلدكم وهذا ما نسمعه كل الوقت هذه ليست أولوية وما قاله إميكا مهم ما هو الإنتاج الموجود في نيجيريا والوظائف الموجودة نيجيريا حالة شيقة ومهمة أعتقد أن نيجيريا تخطت جنوب أفريقيا في السينما وبدأت تصبح الرقم الأول في القارة الأفريقية من حيث الاقتصاد بفضل السينما، وبالتالي أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى ذلك، وأعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى السياق، فكل مبادرة هي خاصة، وغالبا ما يدعمها الغرب، والمبادرة التي تحدثت عنها سيدتي بدأنا بها منذ فترة وسوف يتوجب علي أن أغادر الاجتماع قريبا، إذا قررنا أن نحول الكتب الأفريقية إلى أفلام لأننا لاحظنا أن مستوى الأدب مرتفع ولكن الإنتاج السينمائي مستواه منخفض، وبالتالي شعرنا أن الأفلام يجب أن تستفيد من كنوز كنوز الأدب. وهي مبادرات يمولها الفرنسيون وهناك ايضا مبادره اخرى على صله بفيلم بلاك بانترز واسمها فومبان هي وكاندا وفومبان هي بلده في الجانب الغربي للكاميرون ويقال انه كان فيها فريق انشا الابجديه وحتى أفضل من النقوش الصينية، وبالتالي عندما تشاهدون فيلم كبلاك بانتر والذي يرسم الحلم بإقامة دولة أفريقية لها أبجديتها الخاصة وحلمها الخاص ترون أن ذلك قد تحقق بالفعل، وبالتالي المستقبل الذي نحلم به حصل في الماضي، ولكننا لا نروج لمثل هذه الأشياء ومن الصعب أن نسأل أنفسنا في هذا السياق من نحن ونحن الثقافة. وتعرفون عندما مرة شاهدت أحد الأفلام وكانت هناك سيدة من جنوب أفريقيا قالت لي أحب أن أشاهد الأفلام النيجيرية لأنني للمرة الأولى أرى أشخاصا يشبهونني لا أفهم ما يقولون ولكن أحب مثلا أن أتذوق ما يطبخون ويبدو أن طعامهم جيد وبالتالي هذه هي الحقيقة التي تتجلى في الأفلام ونحن لم نعي بعد كم كسبت نيجيريا من جعلنا نشعر بأننا أفريقيين أكثر وهذا فضل يعود لأفلام نوليوود أو السينما النيجيرية ونفخر لأننا قد عبرنا عن هويتنا الأفريقية ولا يمكن لأسباب تتعلق بالشعبية أن ننتظر أن تأتي الأفلام الأوروبية أو الأمريكية لنتماهى مع أشخاص مثلنا، وعلى الصعيد الاقتصادي أعتقد أن نيجيريا أثبتت جدوى هذا الأمر، مع الأسف كنت أتمنى لو حصل ذلك بشكل شبيه بما حصل مع الهاتف الجوال، حيث تم تنظيم القطاع قبل قدوم الشركات الكبيرة، وبالتالي علينا أن تكون لدينا شركات محلية وأن ننظم القطاع. وقد حصل ذلك في قطاع الهاتف قبل قدوم شركات كأورانج أو MTN والحكومة يجب أن تكون جدية لتحقيق ذلك و... وكانت جدية في قطاع الهاتف ولكن في قطاع السينما نشعر أننا تركنا لأنفسنا فالمخرجون والموسيقيون يناقشون ما هي نوعية المنظمات المطلوبة ويقال لنا أننا قطاع غير منظم، وبالتالي قد تم التخلي عنا، ولكن لا يمكننا التخلي عن السينما، فالسينما هي نحن. شكراً سميرة. أود أن أردف أفكار إضافية، ما قاله زميلي شيق جدا، فغالباً ما نسمع حديث في البالوب أو الدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، يقال لنا كيف يمكننا أن نمولكم إن كنا لا نعلم ما هي أعدادكم؟ كمخرجين ومؤخرا قبل عامين تقريبا بدأنا مشروعا الآن يعمل بشكل جيد، أقمنا شبكة للعاملين في القطاع السمعي والبصري والأفلام، بدأت العملية من خلال الأصدقاء، أي مخرج سينمائي من كل بلد، وقررنا أن نحصل على تمويل صغير من الاتحاد الأوروبي، وقمنا برصد كل هذه المعلومات عن عدد المخرجين السينمائيين ووضعناها على موقع شبكي. طبعا عانينا من صعوبات لأننا نحن من أطلقنا المبادرة ولكن الآن عندما يقولون لنا لا نعرف ما عددكم بدنا نقول حسنا بات العدد معروفا ومن باب الصدفة ربما في العام الفائت تم وضع أول قانون يتعلق بالأفلام أو تم توفير أول منحة تتعلق بالأفلام في كابوفيرد وبالتالي بدأ الناس يسمعوننا وعليهم أن يسمعوننا ونحن لو كنا قليلي العدد فلدينا جاليات كبيرة وكما قلت نعاني من صعوبات لكننا لا نتراجع وأقوياء أوافق على ذلك ولكن عذراً علي المغادرة بعد خمس دقائق فثمة من ينتظرني بعد إذنكم، ولكن لابد أن أضيف أنه في كل دورة تطورت فيها السينما مثلاً كندا، كباك حيث يدافعون من أجل اللغة الفرنسية مقابل الإنجليزية، في كل هذه الدول ترون أنهم انطلقوا من سياسة ثقافية أي مجموعة من القوانين كما قالت سميرة، مجموعة من القوانين تنظم القطاع وتلاحظون أننا نتمنى لو أن الاتحاد الأفريقي يمكنه أن يشارك ويساعد إذا ما تعذر الأمر على الدول ولدينا منظمة تتعلق بالاتحاد الأوروبي اسمها فيباسي أي الاتحاد الأفريقي للمخرجين السينمائيين وكنت في مجلس إدارتها ولكن تركتها بعد فترة لأنها كانت عديمة الفائدة عذرا على التعبير الصريح ولكن المطلوب والأتلي لدينا هذه الهياكل ولكن كما تعرفون الأساس لا يتم الترويج له علينا ان ننفذ القوانين ولكن الاهم نشعر انه ليس هناك اهتمام انجاز التعبير وبالتالي ان لم يكن لدينا هذه المجموعه من القوانين وإن لم يتم تنظيم القطاع وقطاع الممثلين والمصورين وغيرهم فعلى الحكومة أن تقوم بذلك لا يمكن أن نتوقع من الناس أن يقوموا بذلك بأنفسهم فعندما أتت شركات عالمية كأورانج وأمتئان إلى قطاع الهواتف النقالة كان التنظيم جرى مسبقا لم تنظم هي القطاع وبالتالي ان تنظيم القطاع سمح لها بالقدوم وفي فرنسا والدول الاخرى يحرصون مثلا على ان تكون الشركات كجوجل وامازون وجوجل وفيسبوك تدفع الضرائب للسينما وهذا يجدي نفعا ولكن ما الذي يقوم به الاتحاد الافريقي لكفاله ذلك لان هذه الشركات تستهلك قطاعنا وبالتالي هذه أموال يتم تحريفها عنا مثلا لتذهب إلى نتفليكس أو غيرها وبالتالي علينا أن ننظر إلى أولئك الأشخاص الذين يكافحون للحفاظ على السينما علينا أن ننظر في استراتيجياتهم ونستفيد منها شك... عذرا ولكن هل بإمكاني المغادرة ف... فهم ينتظرونني حسنا ولكن هل يمكننا ان نلتقط صوره جماعيه قبل مغادره جان بيير؟ امل انها صوره جميله على الاقل اذا ما ابتسمت ستصبح اجمل حسنا سميره تشرفت بالحديث معك امك دعنا نبقى على اتصال شكرا على هذا العمل الجيد وننتظرك في كابو فردي في احد الايام لا شك لا شك سوف اتي اليكم الى اللقاء اذا جان بيير قد غادر الاجتماع ولكن ما احفظه من تعليقاتكم التي ادليتم بها ان السينما قاطرة قوية للتنمية الاقتصادية ولكن يبدو أنه هناك بعض الخلافات الجيوسياسية أو الاختلافات الجيوسياسية بحسب المكان الذي يأتي منه المخرجون السينمائيون أميكا مثلا حدثنا عن قطاع السينما النيجيرية أو ما يعرف بالنوليوود ونوليوود تحقق نجاحا كبيرا ولكن هل يمكننا أن نقارن بين ما تنتجه نوليوود وما تنتجه بوليوود في الهند أو في أمريكا حيث هناك نظام قائم وهناك صناعة كبيرة وهائلة وبالتالي هناك اختلافات مردها جيوسياسي وقد تؤثر على صناعة السينما ربما ولكن الآن أريد أن نعمق النظر في الموضوع لقد بدأنا متأخرين ربما ولكن تبقت لنا ربما عشر أو عشرون دقيقة كما تشائين أنا بالتصرف إذا جون بيير تحدث عن أن الإطار القانوني لا يحمي أحيانا قطاع السينما وأنا محامية وأعرف أن أميكا أيضا محام هناك اتفاقيه لليونسكو تعنى بتعزيز التنوع في التعبير الثقافي وحمايته واعتقد ان الافلام قد تكون متصله بهذه الاتفاقيه وبالتالي اريد ان نتحدث الان عن هويتنا الثقافيه ما هي الهويه الثقافيه كيف تعكسون الهويه الثقافيه في افلامكم وأعتقد أنكم لعلكم قد سمعتم عن أحد الاجتماعات الكبيرة المخصصة لهذا الموضوع ما هو رأيكم بهذا الشأن بدءا بأميكا حسنا هذه نقطة جيدة صراحة الكثير من أعمالي تمحورت حول المحادثات حول الهوية وأثر التدخلات في هذه الهوية أو إنجاز القرار قول الاستجابات لإعادة إحياء هذه الهوية وبالتالي أن السردية والقصص في عملي لطالما تمحورت حول ذلك أولا عليك أن تعرف من أنت لأنه من المشاكل التي واجهناها في نيجيريا سيما في دراسة التاريخ أن التاريخ لم يكن محط اهتمام في المناهج المدرسية لزهاء أربعة عقود خلت واثر حذف ماده التاريخ أثر على جزء كبير من المسار التعليمي الذي حذف ببساطة من المنهج وحتى قبل ذلك أن المنهج التعليمي في فترة الاستعمار كان قد وضع ليخدم هدفا محددا فكان الاهتمام يتمحور حول تدريب وإعداد نوعية معينة من الناس تخدم النظام أي البيروقراطيين المرنين لخدمة البنية التحتية الاستعمارية وأنا آتي من مجموعة إثنية اسمها شعب الإيغبو، عددنا بالملايين عدد ملايين قليلة في العالم وتطرح أسئلة كثيرة بشأن أصولنا حتى في الوقت الراهن إذا ما ذهبتم لإثنية وولوفس أو إثنية توكولور نعرف تقاليدهم الشفهية القوية أما شعب الإيغبو فلا يزال يواجه صعوبة لتحديد هويته المشتركة كسردية مشتركة عن الهوية وما يحصل في نوليوود يؤثر على تعزيز هذه الهوية لأن الأفلام الموجودة في نوليوود تخلق الثقافة فأول فيلم في نوليوود اسمه Living in Bondage كان بلغة شعب الإيجبو وهو من إخراج صديقي كريس أوبيرابو والآن لغة إيجبو حددت وحددت هوية إيجبو لأنها نقلت في أوائل أفلام نوليوود ولو لم تنقل إلى اللغة الإنجليزية، وحتى لو تم الحديث باللغة الإنجليزية في أفلام نوليوود، كانت مع ذلك على ارتباط بالهوية الأصيلة، ما الغرض مما أقول؟ الغرض هو أن نوليوود أيضا شهدت في بعض الأحيان تغييرات أو تجاذبات، أنا مثلا أقدم المشورة بشأن الأفلام الوثائقية. ونحرص على ان يتم الافاده بشكل صحيح من البيانات التاريخيه وساعطيك مثال الموسيقي يجب ان يبدا من علامه موسيقيه صحيحه وبالتالي الكثير من السرديات في انتاجات نوليوود والتي تركز على الهويه الثقافيه مشوهه بعض الشيء لانها لم تودع بالشكل الصحيح وبالتالي ثمه مسؤوليه لابد من ضمان الدقه التاريخيه في القصص اقله لناحيه الهويه التي ننقلها لكفاله ان تكون هذه الهويه حقيقيه ولكي يكون ما ننتجه لا يحدث الدمار مثلما جرت هناك تشوهات عند النظر الى التركه الاستعماريه ويسرني أن أشير هنا إلى أفلام كل أفوليان كأكتوبر كالفاتح من أكتوبر وأفلام أخرى ك 1976 ما لفتني في هذه الأفلام هو توخي الدقة التاريخية في القصص مثلا لنقل أنك تقوم بإعداد فيلم طويل فلا بد لهذا الفيلم ان يحترم الدقه التاريخيه والدقه الثقافيه وهنا مسؤوليتنا واستعملت هذه الجمله في البدايه حتى لو ان صانعي الافلام الوثائقيه فقراء من الناحيه الماليه في افريقيا ولكن هم كمخرجي افلام سينمائيين لهم قوه كبيره قوه ارسال قصه وتعميمها في المجتمع بشكل اوسع وبالتالي عند ممارسة هذه السلطة لابد من التحلي بقدر كبير من المسؤولية فهم لا يمثلون نزعاتهم الفنية فحسب بل يمثلون الأشخاص هم مؤتمنون على قصة يبعثون بها للأشخاص في أفلامهم وبالتالي يجب أن نسائل تاريخنا الإستعماري وتاركته وكما قالت سميرة لو لم يكن الأمر يتعلق بهذا التاريخ هل كانت لتختار أن تعد فيلما بلغة الكريول فحسب وهي خطوة مهمة لأنه ربما كان من الأسهل لها أن تنتج فيلمها باللغة البرتغالية ولكن جنت أموالا أكبر ولكن هناك المسؤولية وعلينا أن لا تحبطنا الصعوبات والعراقيل وهذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال شكرا لك أمك على هذه الأفكار ما رأيك يا سميرة ما, ما قاله زميلي يعطيني أفكار كثيرة أمي أستاذة تاريخ وأنا كبرت في هذه الأجواء حتى في بيتنا لم تكن الاسماء شبيهه بالاسماء السائده في بلدي وهي اسماء برتغاليه تتعلق بالسياق الكاثوليكي ولكن امي قارت ان اطفالها افارقه وبالتالي اختارت لنا اسماء اطفال افريقيه وبالتالي اسمتني سميره نندي ونندي في جنوب افريقيا هي ام شاكازولو وكما قلت هذه كانت الاجواء في منزلي وقد كانت لي مثل هذه الفرصه ولكن لا تتاح للجميع وكل كل أفويان أتى إلى كابو فيردي وتسنى لي أن أتناقش معه وتحدثنا عن هذه المواضيع المهمة ويجب أن نفهم أن كابو فيردي منذ بدايتها لم يكن لديها مسؤول فعندما أتى البرتغاليون جلبوا معهم أشخاص استعبدوهم وهؤلاء الأشخاص كانت لديهم ثقافاتهم ودياناتهم ولغاتهم المختلفة ولذلك إن الكريول يختلف قليلا من جزيرة إلى أخرى مثلا هناك أو البادو وغيرها من اللهجات المختلفة بين الجزر ذلك لأن هذه الجزر قدم إليها السكان في أوقات مختلفة، ومن مناطق مختلفة، وبلغات مختلفة، بعضها يتأثر أكثر بالفرنسية مثلا، وبعضها بالإنجليزية، مثل الحال في الجزيرة التي نشأت فيها، وبالتالي أن الثقافة بحد ذاتها، هذه الثقافة هجينة جدا منذ البداية، زد إلى ذلك الماضي الاستعماري، الذي يتضمن الكثير من أشكال الظواهر الثقافية كالرقص مثلا رقصة باتوكو كانت الرقصة المحرمة وبالتالي خسرناها وهناك وفو أو أجيال جديدة تحاول تجديدها الآن وثمة خبيرة اقتصادية من كابو فيردي اسمها بولينا دياس قالت لي مرة إن جيل أجدادنا حمل راية الاستقلال وجيل أهلنا حمل راية الديمقراطية، ولكن ماذا بشأن جيلنا؟ وبالنسبة لي مرة بعد هناك أسئلة كثيرة، كما سبق وقلت فمن نحن؟ ما الذي نقوم به هنا؟ ما هو تاريخنا؟ ما الذي نريده؟ ما الذي نريد أن نخبره؟ والكثير من المشاكل في مجتمعنا تاتي من هذا الصراع على الهويه وبالتالي الفيلم اداه قويه وانا عندما اخرج افلام بلغه الكريول ادخل ايضا لهجات اخرى كبادو ومندي وغيرها وأدخلوا اشخاص من مختلف الجزر ومن الوان وخلفيات واحوال اقتصاديه مختلفه وبالتالي يمكنكم ان تروا هذا التنوع وأذكر أنني مرة ذهبت إلى البرتغال وكنت أسعى لتوفير تمويل لفيلم سوكورو والتقيت بمنتج برتغالي مهم رجل جيد جدا ولكن قال لي ما التي تريدين أن تقومي به وقال لي انه سره لقائل انه يحلم بان ينتج فيلما في افريقيا وبدات اضحك بسبب ما قاله فهو ظن انه سيقوم بامر غريب وفيه بعد اظهار الامور الغريبه ولكن انا بدات بالضحك وبالتالي خسرت فرصه التمويل دقيقتان تتبقيان لنا اود منكم في دقيقه واحده ان تقدموا لي توصيه سريعه بشان ما يمكن القيام به لتحسين وضع الافلام كركيزه للتنميه المستدامه في افريقيا ما الذي تقترحونه أه المطلوب فقط ان نجد صوتا وان نعرف ما الذي نريد ان نحكيه وان نمضي قدما لكي يتحقق الاثر المرجو شكرا سميره وأنت يا أميكا بعبارة واحدة أولا أوافق تماما على ما قالته سميرة إلى ذلك علينا أولا أن نوجد قصصنا ونفهم مسؤولياتنا كمخرجين سينمائيين ونأمل أن تفهم الحكومات ذلك وأن تشمر عن ذنودها وأن تفهم أن هذا هو قطاع هام وقاطرة للتنمية الوطنية ويجب إذن أن تحشد لها الدعم ويجب إجراء هذا النقاش بين المخرجين والحكومات حول هدف مشترك عند إذن ربما يبدأ التقدم وإلى ذلك الحين سنواصل الكفاح شكراً شكرا على ما قلتم ندرك ان الافلام هي مستقبل قارتنا ويبدو ان التحديات تتخطى الاطار الوطني ولكن جميعنا سنعمل لتحقيق ذلك في المستقبل وشكرا اهلا بكم في محادثتنا الالكترونيه انا لويس توران ناشطه ثقافيه وكاتبه مقيمه في فرنسا اعمل حاليا في مقر مؤسسه اليونسكو حول برنامج تاريخ الاسترقاق الهوية والحرية والتراث، وسوف أدير هذه الفعالية التي تجري ضمن إطار سلسلة حوارات أفريقيا التي أطلقها مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، وهي منصة تفاعلية لصناع السياسات، المجتمع المدني والخبراء والأوساط الأكاديمية لمناقشة التحديات والفرص الماثلة أمام أفريقيا، في العام 2021 اختار الاتحاد الأفريقي موضوع الفنون والثقافة والتراث روافع لبناء أفريقيا التي نريد. وهو موضوع يتجذر في الهدف الخامس لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 التي ترمي إلى أفريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث مشترك وقيم مشتركة وأخلاقيات مشتركة هذا الهدف الخامس نداء لنا من أجل النهضة الثقافية التي تجسد روح الوحدوية الأفريقية ونداء لنا للإفادة من كنوز أفريقيا التراثية والثقافية لضمان أن يكون قطاع الصناعة الإبداعية مساهما كبيرا في التحول الاقتصادي دعوني أعرفكم على المحاضرين الثلاث سيتابيلي ملوتشوا شكرا لحضورك معنا انت فنانه معنيه بالفنون المعاصره من زيمبابوي اسست منصه ايفا في هولندا ومؤسسه تمجيدي التي تدعم تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الثقافي وتمكين الفنانين شكرا لك المحاضره الثانيه المحاضره الثانيه جوين بويو انت أمينة متحف وفنانة والمديرة التنفيذية لمركز جو داون الفني وهو مركز في نيروبي كينيا وأنت من مناثري برنامج طموح في بلادك بما في ذلك مهرجان نايني وو في نيروبي والمحاضر الأخير هو جيروم مزمور شكرا لك أنت من الموسيقيين البارزيين في أثيوبيا لقد كنت منتجا ومديرا فنيا ومدرسا للموسيقى وتعمل منذ عام 2013 على تطوير منهج موسيقي أفريقي للأكاديمية الموسيقية العالمية في برلين، وهي أكاديمية تدرس الموسيقى غير الغربية. شكراً لكم جميعاً لقبولكم المشاركة في هذا النقاش. سؤالي الأول لك يا بيلي المشروع الذي عملتي عليه العام الفائت هو بحثا عن أمبونتو وهو عمل مهم يعنى بفترة ما بعد الاستعمار ويعود لتفكيك صور العصر الذهبي الهولندي هلا شرحتي لنا أهمية هذا المشروع، برأيك إلى أي مدى يمكن لمثل هذه الأعمال الثقافية أن تسهم في بلسمة جراح الشعب الإفريقي والجاليات الإفريقية، ومساعدتها على بناء مستقبل أفضل لهم ولإفريقيا؟ شكرا شكرا لويز. بحثا عن أوبونتو هو في الواقع بحث عما يجعلنا بشر وما يربط بيننا، بدأت هذا المشروع عام 2018 شمالي هولندا حيث دعيت للإجابة من من منظور دولي على مشروع يتعلق بعواصم الثقافة الأوروبية وهدفه كان تسوية المسائل الإشكالية الماثلة أمام أوروبا. ومنها الهجرة واللامساواة والعنصرية والتغير المناخي، ردي المقترح كان في التفكر بأسباب هذه المسائل الإشكالية، لأنه من غير الممكن تسويتها دون النظر في أسبابها الدفينة، وبالتالي هذا المشروع هو عملية تفكير من خلال العدسة الفنية حول هذه المسائل الإشكالية وروابطها مع تاريخنا المشترك، وهدفي هو الإسهام في إلغاء تكرار العنف والقمع وال العنصرية واللا بين الجنسين والاستغلال من ناحية. ومن ناحية ثانية أريد أن أظهر الروابط المشتركة بين هذا التاريخ والواقع الحالي لعالمنا من منظور التجارة مع تركيز بشكل خاص على الشرق الهند و مستعمرات واخترت العصر الذهبي الهولندي كنقطة انطلاق لفهم حالة عالمنا والتوصل لحلول لأزمة المناخ فهذا يحتم أن نفهم ما الذي أدى بنا إلى هذه الحال. وهذه الفترة المهمة في التاريخ الهولندي تتصل أيضا بالتاريخ الاستعماري في الأمريكي في القرن السابع عشر وهي مهمة لنفهم ما حصل بعد ذلك في النزاع بين بريطانيا وهولندا والدور الذي لعبه ذلك في تاريخنا وردا على سؤالك بالنسبة لكيفية إسهام هذا النوع من المشاريع في بلسمة جراح الأفارقة والجاليات الأفريقية أي بلسمة الجراحة التاريخية فمن المهم أن نشدد على هذا التاريخ ليس فقط كتاريخ للأفارقة وللجاليات السوداء، بل هو تاريخ مشترك للمستعمرين والمستعمرين، والمشكلة هي أن هذا التاريخ هو تاريخ المستعمر وأثره لم يظهر بعد، وهذا الأمر أدى إلى النمط الحالي الذي نعلق فيه في دوامة تكرار العنف، أي العنصرية واللامساواة واللامساواة بين الجنسين والقمع والاستغلال. وفضلا عن تدهور البيئة وبالتالي بلسمة جراح الشعوب الافريقية تبدا من هنا وعلينا القيام بها وعلينا ان نبني افريقيا التي نريد انطلاقا من تاريخنا المشترك. شكرا سيتابيلي على هذه الاجابة ولنبني على هذه الفكرة اسال جيروم مزمور بوصفك موسيقي كيف تعتقد أن المجتمعات يمكن أن تستفيد من الفنون والثقافة والتراث لبناء السلام المستدام؟ وكيف تقوم بالممارسة والتواصل من أجل إطلاق الحوار بين المجتمعات المحلية في إثيوبيا وتعزيز هذا الحوار؟ جيروم لا اسمعك نعم نسيت ان اضغط على زر الميكروفون شكرا بشكل عام فان الموسيقى والفنون والثقافه بطبيعتها شامله ويتشاركها الناس ويشتركون فيها ولكن طبعا الامر يعتمد على من هو الذي يؤديها من المؤدي وفيما يستخدمها هذا المؤدي الموسيقى يمكن أن تجمع الناس أو تفرق فيما بينهم. الموسيقى يمكن أن تستخدم أو أي نوع من أنواع الفنون في الواقع يمكن أن يستخدم لربط الناس ببعضهم البعض والثقافة وبشكل خاص الموسيقى تلمس مشاعر الناس ويمكن بكل سهولة أن تجمع الناس وتوحدهم. الموسيقى في ذلك تنجح نجاحا اكبر من القاء الدروس والندوات وما الى ذلك. والثقافه بشكل عام يمكن ان تجمع الناس دون ان نعطيهم مواعظا او نلقي عليهم دروسا او عظات ودون استخدام الدعايه بشكلها المعلوم ولكن بشكل تلقائي وفي تجربتي انا فان المجتمع الذي نعيش فيه في اثيوبيا وهي بلدي يتمتع بتراث متنوع للغايه من الناحيه الثقافيه في شكل الموسيقى وشكل التاريخ وامور كثيره جدا ملموسه وغير ملموسه في الواقع الثقافه بكل صورها الموسيقى تمثل جزءا كبيرا من ذلك وانا موسيقي وأدي موسيقى الجاز وعندما أؤدي هذه الموسيقى وأمارسها أحاول أن أتحدث بشكل طبيعي أو أمثل بشكل طبيعي كل أنواع الموسيقى المتنوعه التي الموجوده في المجتمع على هذا اعتقد ان الثقافة تعتبر عاملا جامعا ولكن في عالم اليوم في بلادي وفي الوضع الذي يكتاح بلادي اليوم في هناك صعوبة كبيرة نظرا للتوتر السياسي وهذا يشدد على حاجتنا الى الموسيقى على سبيل المثال لدي عدة تجارب شخصية في هذا الصدد في وقت ما طلب الي ان أؤلف موسيقى لإعلان تلفزيوني قصير مدته دقيقة واحدة ستون ثانية وطلب إلي أن أؤلف موسيقى نشطة حيوية وعلى هذا استخدمت إحدى الرقصات المعروفة تاريخيا في إثيوبيا وعندما اجتمعت اللجنة للنظر في القطعه التي انتجتها قالوا لي لماذا استخدمت فقط ثقافه واحده ولماذا استخدمت هذه الثقافه بالذات هل هي من المنطقه التي تنتمي اليها ولماذا لم تدمج معها انواع اخرى من الموسيقى والرقص او الايقاعات الراقصه حتى تلتزم بالصوابيه السياسيه ولكني رفضت انا نشات في مجتمع شامل الناس فيه متساوون على تنوعهم و حتى بالرغم من اني من منطقه معينه او اقليم معين ولكني لم التزم فقط بثقافه هذا الاقليم وعلى هذا اعتقد ان هناك صعوبه ان نمثل كل ثقافات البلد في 60 ثانيه فقط اعتقد ان هذا صعب جدا والثقافه مختلفه عن السياسه الثقافة والابتكار الذي يميز الثقافة هو الذي يمكن أن يجمع المجتمع ونسيج المجتمع المختلف، نسيج المجتمع مكون من أمور عديدة ولكنه موحد ولكن السياسة هي التي تفرقه وعلى هذا يجب أن نعادل ذلك باستخدام الثقافة. أتمنى أن تكون فكرتي واضحة، نعم، شكرا جزيلا على هذا الرد وأود أن أتابع بسؤال آخر أطرح السؤال على جوي في نفس هذا الموضوع الفنون والثقافة والموسيقى كعامل جامع أنت ذكرت مهرجانا متعدد النشاطات اسمه نايني هو وهو يعقد في نيروبي هل لك أن تعطينا فكرة عن هذا المشروع وماذا يمثل هذا المشروع من من المنظور النايروبي أو الكيني أو الأفريقي بشكل عام؟ ما هي الصعوبات التي تواجهونها خاصة بسبب الجائحة الصحية التي تكتاح العالم نود أن نستمع إلى تجربتك في هذا المجال شكرا شكرا لويز وشكرا جيروم وشكرا لسي تابيلي. سعيدة جدا بالانضمام إليكما بعد الاستماع إلى زملائي سمعت أمورا نراها عندنا فكرة الشمولية وفكرة الهوية أو تكوين الهوية خاصة الهوية الإفريقية المعاصرة معصرة. وفكرة ربط ذلك بماضينا وكيف ننتقل من ذلك إلى المستقبل الذي يعترف بالماضي ويقر به ولكن كذلك في نفس الوقت يمثل الطموحات الإفريقية نايني هو هو مركز فني نقوم بوضع البرامج والأنشطة ونقوم بتنفيذ الفعاليات لجمهور نيروبي، قمنا بذلك لعده سنوات ولاحظنا ان عدد الحاضرين قليل. وعلى هذا طرحنا السؤال، ما هو الذي يمكن ان نحسنه فيما نقوم به؟ وحاولنا ان نطرح السؤال حول معنى مركز فني في مدينه افريقيه، وكيف يتواصل مع الجمهور؟ اذا قلنا أن ربما المركز ليس جاذبا للناس أو لا يمنح الناس ما يطلبون وعلى هذا بدأنا في استكشاف أنشطة جديدة خارج الأنشطة التقليدية التي نقوم بها وخارج المركز وانتقلنا إلى الأحياء المختلفة في نيروبي وفي هذه العملية بدأنا نسأل أنفسنا فكرة وضع البرامج أو الفعاليات الفنية هل يجب أن يقوم عليها فقط الفنانين أم هل يجب أن يشارك فيها المجتمع في حد ذاته لتحديد ما يمكن أن يجذبهم من الناحية الثقافية وعلى هذا بدأنا في إنشاء مهرجان أو إطلاق مهرجان تجريبي لـ بمشاركة مجتمع نيروبي الذي يحدد بنفسه ما هي الامور التي يود ان يحتفي بها والتي تلمس الهويه الخاصه بسكان نيروبي. ودعوه الاخرين للاحتفال معهم اثناء هذا المهرجان. اذا فهمنا في هذه العمليه امورا لم نكن نفهمها ووصلنا الى امور لم نكن حتى نتخيلها ولكن اعتقد ان الفكره الاخرى التي خرجت من هذه التجربه هي نوع من اكتشاف المدينة مرة أخرى كمكان ومركز للثقافة وكذلك بدأنا نستكشف مواضيع الهوية والملكية والذوق الفني والثقافي وما هي الأمور التي يمكن أن تجمع الناس أو تفرقهم ساعدنا كثيرا هذا المهرجان في فهم كل ذلك وطرح السؤال حول دورنا كعوامل لتغيير في المجتمع هذا له معنى كبير بالنسبة للإقليم وللعالم ولل... كله أعتقد أنه يتعلق باستكشاف وسائل جديدة للتواصل مع المجتمع على سبيل المثال هناك مؤسسات مثل المتاحف ومراكز ثقافية تقوم على أنشطة تقليدية تعمل بشكل معين ولكن أعتقد أن إفريقيا يجب أن تبدأ في أن تظهر أنها... أن لديها اختيارات مختلفة وأن هناك أساليب كثيرة يمكن أن يعمل بها الفنانون ويتواصلوا بها، ليست بالضرورة متحفاً أو مكاناً متحفاً أو مكاناً مغلقاً، ولكن هناك برامج كبيرة كثيرة وخيارات مختلفة للقيام بذلك. أعتقد أن الصعوبة ربما ليست صعوبة ولكن الإطار الذي نعمل فيه بدعوة الناس للمشاركة في خلق هذه البرامج الفنيه وتنفيذها يمكن ان يطرح اسئله كبيره بالنسبه للمراكز الفنيه سؤال التكلفه وسؤال المشاركه والتخطيط ووضع البرامج والتوقيت كل ذلك يجب ان يترك للمجتمع في حد ذاته ان ارادوا فعاليه في ايام السبت صباحا على سبيل المثال يجب ان يتم لهم ذلك وعلى هذا اعتقد ان راي المجتمع مهم جدا في النجاح شكرا كثير شكرا جزيلا جوي سؤالي الثاني هو أن تقدمي لنا مركز الفنون في كينيا ولكن الآن سأطرح سؤالا على جيروم أولا لمتابعة نفس هذه الفكرة فكرة المشاركة الاجتماعية وكذلك لمن يعيشون في الخارج أنا حاليا أعيش في باريس وأعلم أنك, أنك عشت فترة من الوقت في ألمانيا في برلين وتعمل كذلك في أكاديمية الموسيقى العالمية والأكاديمية العالمية للموسيقى في برلين. أنت تدرس هناك وتضع كذلك البرامج الدراسية لهذه الأكاديمية. وهذا أمر في منتهى الأهمية. تعمل على برنامج خاص يطوروا المواد الدراسيه عن الموسيقى الافريقيه لطلاب هذه الاكاديميه. هذا امر يمكن ان يكرر في مدارس اخرى وفي اماكن اخرى. اذا بشكل عام ماذا يعني بالنسبه لنا او بالنسبه لك وبالنسبه لافريقيا ان تدرس الموسيقى الافريقيه خارج افريقيا وكذلك داخل القاره. نعم اعتقد في الواقع لويس انا أعيش في إثيوبيا معظم الوقت. بالرغم من أنني أسافر كثيرا بسبب الفن والموسيقى. أقوم بجولات وأعمل كثيرا مع أكاديمية الأكاديمية العالمية للموسيقى في ألمانيا، ولكن مقري هو أديس أبابا، وأنا أدرس هنا كذلك. هذه الأكاديمية التي ذكرتي أكاديمية الأكاديمية العالمية للموسيقى والبرنامج الذي قدمناه في هذه الأكاديمية. لتطوير برامج التدريس أو برامج التعليم الموسيقية يهدف لخلق بديل للثقافة الموسيقية الغربية الموجودة وكذلك فتح باب الفرص لتدريس الموسيقى بناء على الثقافة الثقافات الأخرى غير الثقافة الغربية في أفريقيا ليست هناك ثقافة خاصة بتدريس الموسيقى ولكنها تنتقل عبر عبر التقاليد بشكل تقليدي تنتقل من جيل إلى آخر شفهيًا كثقافة شفهية و نستخدم المنهجيه الغربيه لتدريس الموسيقى الموسيقى الكلاسيكيه الاوروبيه وطريقه التدريس في حد ذاتها التي تم آه، التي تطورت عبر 300 و400 آه، قرن الماضيه بشكل منهجي ولكن هذه الطريقه هل هي ناجحه بالنسبه للموسيقى الافريقيه هل هي صالحه لتدريس الموسيقى الافريقيه هل من العدل ان نقارن يمكننا ان نستخدمها ولكن اعتقد اننا بحاجه الى خيارات اضافيه. وأكاديمية الموسيقى العالمية تضع برامجا دراسية مبنية على الموسيقى الافريقية وعلى الامثلة المحلية. اذا ندرس المهارات بالعناصر المحلية التابعة لها. كما استقيناها وتعلمناها من الناس الذين يعيشون وكبروا في افريقيا، مع احترام كامل لثقافتهم بشكل او باخر. لذا عند القيام بذلك نواجه تحديات في واقع الامر لان التلاميذ او الطلبه اعتادوا على الاستماع للثقافه الغربيه. واحيانا ان التعليم استنادا الى الثقافه المحليه والعناصر المحليه يبدو صعبا هذا من التحديات التي نواجهها الى ذلك نشير الى المضمون فالكثير من الشباب أفريقيين اليوم لا يعرفون هذا المضمون كثيرا فعندما تحدثونهم عن الثقافة الغربية يعرفون المقطوعات الموسيقية أكثر مما يعرفون المقطوعات الخاصة بثقافتهم زد إلى ذلك أنه ليس هناك من توثيق لها بصيغة مكتوبة أو شفاهية فالثقافه الموسيقيه غير موثقه وهذه من الصعوبات الاضافيه وعليه وعلى اساس التحدي الثالث الهدف الاقصى لهذا الجيل الجديد من الموسيقيين الافارقه هو بمدهم بالمهارات المناسبه من اجل ان يوثقوا الموسيقى الخاصه بنا ليسمعوا بشكل صحيح ويحللوا بشكل صحيح ويتمكنوا من كتابه الموسيقى وقراءتها واستخدام مختلف جوانب التكنولوجيا للتسجيل والتحليل والتبويب ولدراسة موسيقتنا، ومن هذا المنطلق بناء المحتوى. شكرا جيروم، شكرا على توضيح ما قلته مسبقا. أود الآن أن أسأل ستابيلي. بشان تجربتها كرائده اعمال افريقيه في مجال الفنون ما كانت تجربتك كامراه افريقيه لقد انشات مؤسسه ايفا ومؤسسه تمجيدي وانت من زيمبابوي ولكنك مقيمه في هولندا وبالتالي كيف تختلف تجربتك في أفريقيا عن تجربتك في أوروبا كامرأة أفريقية عاملة؟ وما الذي تريدين أن يتغير في نهاية المطاف من أجل تحسين الأمور؟ شكرا لويس، عندما كنت أقطن في زيمبابوي كنت فنانة مشهورة. وكان العالم يأتي إلي لشراء أعمالي وكانت لي شهرة دولية وعندما انتقلت إلى أوروبا بت ما يعرف بالفنانين الذين يأتون من أماكن بعيدة أو إكزوتيكية أنجز القول وبالتالي لم أتمكن من عرض أعمالي في المعارض المعاصرة لأنهم بوابوني في إطارة الفنون الأفريقية ولكن بالمناسبة هذا فن غير موجود وفنوني لم تكن لها طابع افريقي، وبالتالي واجهت صعوبة في مواصلة العمل، ولذلك أنشأت مؤسسة تمجيدي من أجل إسماع صوت الفنانين من أفريقيا والجاليات الأفريقية في المقام الأول، وبالأخص الفنانات، لأنهن غالبًا ما يهمشن ولا يعطين قيمتهن، وعندما اكتشفت أن الفنانين الذين أتوا إلى هولندا واجهوا مشاكل مماثلة، أنشأت منصة ايفا كمنصة بديلة لمعالجة سوء التمثيل المؤسسي، وما أطمح لتغييره للأفضل هو ازالة التمثيل الاستعماري الخاطئ عن القطاعات الثقافية في افريقيا، ما يعني الثقافة الفنية والموسيقى الافريقية والرقصات الافريقية فهي غير موجودة، فالكونغو وحدها فيها أكثر من 200 ثقافة، كيف يمكنكم أن تجمعوا كل ذلك تحت راية الفن الأفريقي أو الثقافة الأفريقية؟ نعرف أن هناك المطبخ الإيطالي والمطبخ الهولندي والمطبخ الفرنسي والتصميم الإيطالي، ولكن ما الذي نعرفه عن المطبخ أو التصميم الخاص بكونغو أو بنيجيريا القارة الإفريقية متنوعة وغنية جدا آن آه الأوان لنمثل تنوع أفريقيا من خلال تجديد القطاعات الثقافية الأفريقية لأنه حاليا نتحدث عن أنفسنا وثقافاتنا المتنوعة والغنية تحت شعار أفريقيا ك ككل وإذا ما بقينا كذلك هذا تحد حقيقي للتواصل مع العالم أجمع لأنه من منظوري الغرب وكفنانة مقيمة في الغرب وكأمينة متاحف إن أي عمل فني يوصم على أنه فن أفريقي لا يعطى قيمته الكافية وتنقص قيمته وأي طالب يأتي إلى أكاديمية فنية هنا أو أي طالب من ذوي البشرة الملونة يأتي مثلا من المستعمرات الأفريقية ينصح بأن لا ينتج الفن ينتج الفن الأفريقي وهذه مشكلة هنا ويجب أن نبدأ بتغيير كيفية تقديم أنفسنا لأن الفنون من القارة الأفريقية في الماضي لم تمنح هذا المكان والفن بدأ بالملعقة وانتهى بالمنحوتة وبالتالي علينا أن نعيد تقديمه وأن نقدمه الآن في جهدٍ لإعادة إطلاق هويتنا أو إعادة ابتكارها. وشكراً لويز. شكراً سيتابيلي. جوي لقد أنشأت أيضاً مركزك الخاص أصوة بستابيلي. ومركزك اسمه مركز جو داونز للفنون وموقعه نيروبي كم تحدثت عنه من قبل ولكن ما هي انشطتكم الحاليه والمستقبليه لديكم مشروع توسيع المكان كما تحدثنا من قبل ما هي رؤيتكم لهذا المكان الجديد وفي أي مجالات يمكن للحكومات لحكومتك أن تدعم رواد الأعمال الأفارقة والمنظمات الشبيهة لمنظماتك أي المنظمات الثقافية التي تريد أن تكون خلاقة وأن تتوسع شكراً اعتقد مره بعد ان نتحدث عن فكره كيف يمكن لافريقيا المعاصره ان تنبعث من جديد وان تكون محط اعتراف وفكره خلق مركز للفنون ليست فقط تعني بخلق مركز جديد بل تتعلق بتطوير الممارسات من مركز انطلق نظرا لتوفر مانحين دوليين يقدمون الاموال الى مركز انطلق من غايه في التجذر المحلي و غاية الحصول على الدعم المحلي، فكيف يمكننا أن نبدأ بتخيل بنى تحتية أفريقية لها أصول داخلية، أصول محلية؟ وهذه هي فكرة ما يعرف بالمركز الفني الجديد. وعندما نبدأ التفكير بهذا السؤال نسلم بأن المرة الأخيرة التي استثمرت فيها البلاد أي كينيا بشكل متعمد في مرفق ثقافي كان ذلك عندما كانت لا تزال مستعمرة وهذا أمر مخزن فكينيا تحتفي بالذكرى الستين على تأسيسها في عام 2023 ولم نبدأ بعد بتحديد معالم هويتنا بشكل ملموس كأمم معاصرة من خلال الفنون والثقافة وبالتالي فكرة المركز الفني هي مدماك لذلك وبالتالي يمكننا ان نسال كيف يمكننا ان نخلق مرفقا ثقافيا مدنيا في المدينه والاهم كيف ننشئه وبالتالي العمليه التي ادت الى تصميم المركز الفني الجديد كانت تشاركيه ما الذي يريد الناس ان يرونه ما الذي يعني بالنسبه لهم وما الذي يريدون ان يتوفر في هذا المركز هذا هو شق المجتمع ثم نسال ما الذي يريده الفنانون اي مساحات يحتاجون كيف يريدون التفاعل مع الزوار كيف يريدون عرض اعمالهم هذا قسم من النقاش الدائر زد الى ذلك النقاش بشان كيفيه خلق مدن افريقيه مستدامه وهنا دور البنى التحتية الثقافية في خلق المدن المستدامة وبالتالي هذا المركز الفني الجديد المتطور نظر في كل هذه المسائل على المستويات الثلاث مستوى المجتمع وتوفير حيز مجتمعي وحيز عام مسألة الفنانين وتوفير أماكن عمل للتفاعل مع الجمهور وأماكن لريادة الأعمال ثم المستوى الثالث المدينة أي كيف نخلق المدن الحضارية المستدامة من خلال مرافق ثقافية تحاكي السياق وتحاكي الاستدامة، لذا المطلوب من الحكومة هو الإقرار بذلك تحديداً. ولحسن الحظ بالنسبة لنا كان مسارنا طويلا ممتدا منذ عشر سنوات وفي هذه العملية تواصلنا مع المسؤولين البلديين والوطنيين وذلك لنشرك الجميع في هذا النقاش ولابد للنهج أن يكون متعدد الأطراف ويجب إشراك القطاع العام والحكومة وبالتالي ننظر إلى مع الحكومة في كيفية الاعتراف بأماكن كهذه تخدم الصالح العام ما الذي يعنيه ذلك من ناحية التشريعات والإعفاء الضريبي ما الذي يعني ذلك من ناحية الشركات مع الحكومة هذه هي المسائل التي ننظر فيها حالياً مع الحكومة ونحن متحمسون لإمكانية اجتذاب كوكب من أصحاب الشأن وأسماع صوتهم وأفكارهم من أجل بلورة مركز أفريقي مدني شكرا جوي. سوف أطرح سؤالا تعقيبا على ما قلته، ما هو المطلوب لاستقطاب الاستثمار والتمويل من أجل القطاعات الثقافية والإبداعية الأفريقية من أجل أن تصبح حية كما رأينا في أماكن أخرى؟ هل أكمل؟ طبعا طبعا. ثم سوف أسأل السؤال نفسه لسيتابيلي وجيروم لكي نختم الجلسة، أعتقد أن المطلوب هو الاعتراف، الحكومات الأفريقية يجب أن تعترف بثقافاتها، والسيتابيلي وصفت ذلك بشكل جيد، يجب أن نتبنى تنوعنا، هذه القارة هي ربما القارة الأكثر تنوعًا في هذا العالم، دعونا لا نغفل هذه الحقيقة، دعونا نتبناها ونعترف بها، ودعونا ندعم هذا التنوع الثقافي. وما الذي يعنيه ذلك يعني وجوب ان تكون هناك سياسه وهناك استراتيجيه للموارد تبدا من الداخل ويعني انه يجب ان نبدا بالتفكير بمدى ارتباط ذلك بفكره النمو الخاص لكل امه النمو الوطني والاهم يجب ان نفكر بما هي استراتيجيتنا للدبلوماسيه الثقافيه كافارقه الدبلوماسية غالبا ما تأتي من المقلب الآخر لدينا مثلا الأليانس الفرنسي في نيروبي أو معهد جوتي أو المجلس البريطاني هذا جيد كلهم موجودون في نيروبي ولكن هذه قرية عالمية علينا بالترابط والتواصل إنما ما هي رؤيتنا الخاصة كأفريقيين ما هي رؤيتنا الدبلوماسية الثقافية وباعتقاد البداية تكون بالاعتراف ثم بالهيكلة من خلال السياسات والتشريعات والموارد ومن ثم العمل والإجراءات شكرا جزيلا سيتابيلي. أراك تومئين بالرأس فتفضلي بالإجابة. حسنا أوافق تماما على ما قالته جوي وقد أشارت إلى أفكارها ببلاغة كبيرة. ولعلي ربما أضيف من خلال سرد تجربتي لقد تعاونت مع معرض دكار السنوي لسنوات طويلة من خلال مؤسستي. كما شاركت بفعالية في محاولة بناء شبكة ميدانية من المساحات المخصصة للفنانين والتي يديرها فنانون أو مراكز الفنون، وفي المعرض الأخير الذي شاركت في إنتاجه كان ذلك في الكونغو، والتجربة أن التحديات في هذا الإطار تتعلق بالبنى التحتية، نحتاج إلى استثمارات في البنى التحتية، نحتاج إلى تمويل الفنون والفنانين والمشاريع الفنية. ويجب ايضا ان نحافظ على التراث الثقافي وعندما تحدثت عن التراث الثقافي لا اتحدث فقط عن تراث الماضي بل اتحدث ايضا وهو امر لاحظته في انشطتي اتحدث اذا عن الاتي ما لا يقول عن 80% من ابرز مواهب افريقيا يقيمون خارج القاره وعندما ي... تلاقي المنية هؤلاء الفنانين تبقى أعمالهم في أوروبا ولا تعود إلى أفريقيا لأنه ليس هناك بنى تحتية أو مرافق لصونها والترويج لها. وبالتالي أعتقد أنه من الملح أن ننظر في ذلك لناحية إلحاحية الاستثمار في القطاعات الثقافية الأفريقية. وشكراً. شكرا جزيلا جيروم هل تريد الرد على السؤال نفسه والإدلاء بملاحظات أخيرة؟ شكرا لويز لقد تحدثت كل من جوي وتيتابيلي ببلاغة كبيرة وعند التفكير فيما يحصل في بلاد اثيوبيا بفعل التوترات السياسية الجهود باتت الآن إقليمية أكثر منها وطنية. مثلا الإشارة إلى هوياتنا الإقليمية وانتماءاتنا الإثنية. ولابد من جهد تعاوني كبير مع كل أصحاب الشأن وعلى رأسهم الحكومة. وهناك الكثير من الجهود الفردية من قبيل المراكز الثقافية والأشخاص الذين يحاولون إدخال الكثير من الأشكال الفنية كالشعر والموسيقى والرسوم والفنون البصرية وبعض الأشخاص يقومون بذلك من منظور المبادرة الشخصية ولكن ذلك لا يكفي ومن أجل أن نتمكن من أن نثبت انفسنا امام الدول الاخرى ولاجل ان نتمكن من تقديم ثقافتنا وفلسفتنا الثقافيه الافريقيه الخاصه او فلسفه العصر الخاصه بنا يجب ان ندمج كل هذه الجهود في اطار جهد موحد ويجب ان تتوحد وتتكامل هذه الجهود لنتمكن كما قالت جوي في البدايه من ان نعرض الثقافه الافريقيه المعاصره ولأجل أن تبدأ فكرة تشكيل الثقافة الأفريقية المعاصرة وهي فكرة أكبر فالثقافة ليست فقط شيء إكزوتيكي كم أشارت سيتابيلي فهي أشارت إلى صعوبات في تقديم أعمالها ولا يمكن أن ننظر للثقافة بوصفها بدعة إكزوتيكية فقط نحتاج إلى الأشياء المعاصرة ونحن نعيش ونتطور في الأوقات الراهنة ولدينا فلسفتنا الخاصة بشأن الحداثة وبالتالي يجب أن نخبر القصة من منظورنا ولا يجب فقط أن ننظر للأعمال التي تقدم لها لنا مراكز ثقافية كالأيونس فرانسيز أو معهد جوتي أو المجلس البريطاني وغيرهم علينا أن نشارك في هذا المسعى وهذه هي الطريق للمضي قدما وشكرا جزيل الشكر لكم جميعا والشكر موصول للفريق الفني والسيدة دوارتي دو على توجيه الدعوة لنا لهذه الفعالية، وأخص بالشكر أيضا مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا. آه ندعوكم لمتابعة الفعاليات الأخرى في إطار سلسلة حوارات أفريقيا لهذا العام سواء الفعاليات الموسيقية أم جلسات النقاش كهذه، شكرا لكم جميعا.